وبين إرشاد أن برنامج التخصيص يهدف للاستفادة من الأصول الحكومية وتحويلها للقطاع الخاص، والتي ستحدث نقلة نوعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. تم العديد من التحول في المملكة العربية السعودية خلال 3 سنوات الماضية. من أهم البرامج التي أطلقت هو برنامج التخصيص. التخصيص هو الاستفادة من بعض الأصول الحكومية لتحويلها للقطاع الخاص للاستفادة الكبرى منها. هذه الأصول ستحدث بإذن الله نقلة نوعية كبيرة في العائد على هذه الأصول، أيضا جودة الخدمات المقدمة. بكل تأكيد هذه الأصول ستساعد العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنها تنشأ وتنمو وتعمل خلال الفترة القادمة بإذن الله.